وهتفضل مصر طول الوقت فيها من الإيجابيات ما تستطيع أن تتحدث عنه ولا حرج. على سبيل المثال النهاردة وزير الشباب والرياضة بيكرم علي زين، طبعا كلنا عارفين علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، هذا اللاعب الكبير والرائع، وبيأكد وزير الشباب والرياضة على أنه علي وجهة مشرفة لمصر. معنا على التليفون دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أهلا 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 يا دكتور. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ أنا كله تمام وبشكرك على دورك دايما كده. العفو يا فندم. الوطني والبناء والإيجابي، وإن شاء الله دايما كده بخير يعني. يا فندم دايما بخير، ودايما طول ما احنا بندي صورة إيجابية حقيقية للي بيحصل ما بنخترعش فيه واقع. يعني لما بشوف انه وزير الشباب والرياضة طول الوقت بيلف فيه 27 محافظة علشان يتابع اللي بيحصل ويشجع الشباب ويكرم ده ويستقبل ده وما إلى ذلك، بتبقى حاجة فعلا حاجة بتطمننا على انه اللي عاوز يعمل حاجة حلوة هتبان وهتتبروز والكل هيبقى حاطط ايده في ايديه. والله ده اكيد يعني، احنا بنشوف يعني فخامه الرئيس يعني بيؤدي ازاي، بينزل الشارع ازاي، يوم الجمعه فين، بيقابل المواطن البسيط العادي، السياسه الخارجيه، التحديات اللي موجوده، الهامه واهتمامه كبير بالشباب بشكل لم يسبق له، وبالرياضه كمان في تكريماته كبيره جدا. ده بينعكس على مجلس الوزراء، دولة رئيس الوزراء في المشاريع ومتابعتها، بينعكس على القطاع اللي انا بأديره قطاع الشباب والرياضة، ان دايما نحط نفسنا في مكاننا الطبيعي اللي حضرتك لسه بتقوله دلوقتي. انا سمعت الجزء الاخير حقيقة وكان ساعدت بهذا. نحن دولة تتحرك بدراسة وتتحرك بخطوات، التحديات لم يسبق لها مثيل، لكن الحمد لله محافظين متطورين بقدر المستطاع بقدر الدولة المصرية. طيب دكتور أشرف، يمكن النهاردة بنتكلم على علي زين وعلى فوزه ببطولة أوروبا في كرة اليد مع برشلونة وتكريم الوزارة ليه، ده جانب أكتر من رائع، بس علي يقول حسيت بشيء من التجاهل في المطار. علي من حقه يقول ده، ومن حقه نقول له أنت يعني كثير رياضة قوي بالنسبة لينا، قوة ناعمة بالنسبة لينا، وجودك زيك زي محمد صلاح كل في مجاله، أنت موجود في أكبر أندية أوروبا وبالتالي أندية العالم، كسبت بطولة أوروبا، طلعت تستلم بعلم مصر، ده بالنسبة لينا هو دور ورسالة للشباب المصري على الولاء والانتماء. موجود بره بيقول لا أنا مصري، أنا علي زين. الحقيقه احنا يعني كلنا البعثة كلنا في الجزائر، انا كنت في الجزائر، علي ما بين كان هيطلع الجزائر مباشره او هيجي على مصر، يمكن في عدم تنسيق بالشكل الكافي في فتره صغيره جدا من الوقت، هو دخل ونزل المطار، لكن يعني زي ما حصل اتكرر مع محمد صلاح، جه طياره خاصه جه بشكل يعني سريع نزل، فبالتالي احنا لازم ندي الناس دي حقها جدا ونقول رسالتنا، واذا كان في تاخير نقول احنا فعلا قاسيين ايا كان الوضع، المفروض لك حق. وبالتالي احنا يعني بالليل على طول كان في تواصل شخصي مع علي، ويعني هو قيمته فعلا واخلاقه وادائه كثيره جدا، واحنا النهارده قررناه بما ينبغي بشكل المعنوي والشكل الادبي اللي يليق بيه. النهارده احنا عاملين يعني كان مؤتمر كبير لفعاليه تصدوا معنا والوعي دايما يعني في فترات تاكد علينا وعلى الشباب المصري. الحقيقه كانت فرصه طيبه جدا في وجود يعني فضيله المفتي ووجود رجال الدين المسيحي ووجود قمم رياضيه استاذ كرم جبر ووجود وزير الشباب والرياضه وكل الكيانات الشبابيه اللي موجوده، احتفينا ويعني بالقدر اللائق ليه ووصلناه لغايه المطار بشكل اللائق ليه، كمان ك يعني سفير رياضي فوق العاده لينا يعني. محمد صلاح، علي زين، النني، كل النجوم المصريين، وكمان في نجوم في الهاندبول في كره اليد محترفين في اوروبا. صحيح. يعني احنا مصر الفتره دي الشباب المصري موجود في اكبر الانديه، اكبر فتره
يعني معاها احتراف لاعبين في الخارج، لازم نبين الجزء الايجابي ده، لان دايما يعني يتقال اصل ومفيش ومفيش، لا ده نقيس مع احترامنا وتقديرنا واهميه المزاج للكره المصريه. الكره ليها طبيعه احترافيه بباور اقتصادي كبير، ممكن تدي حاله عامه لان هي الباور الاقتصادي يعني اعلامه كتير، لكن دي مش الحاله العامه للرياضه المصريه. الحاله العامه للرياضه المصريه مشروعات قوميه زي المشروع القومي للموهبه والناشئين اللي عملناه مخططينه ل 2028، لكن شفنا بطلنا اللي تحت 17 سنه محمود صرافه الاطفال محمود حسني اللي بيجيب ثلاث ميداليات ذهب، لا احنا دارسين وعارفين رايح فين ومين في كل رياضه 11 لعبه، بنعتني يعني طبيا واجتماعيا وعلميا وفي اماكن غير الفيديو ال 12، عشان كده طلعت وانا بستقبله بقول احنا مصر ما نحطش نفسنا، ده حاجه خاصه للاعب فوق بيته او كذا ايام الكورونا بيتمرن، لكن هو ايه؟ لا احنا بنعمل حاجات ثانيه خالص شايفه الموضوع طبعا، فلازم نحط مصر في مكاننا الطبيعي، مش عايزين نقول او نصعب على نفسنا نقول يا عيني ده بيتمرن في الظروف دي بطل خالص، اللغه دي لازم تتغير. صحيح. لازم تتغير طموحنا بقدر ادائنا بقدر مشروعاتنا اللي بتتفتح، القياده السياسيه بتفتح مشروعات في وسط كورونا، احنا في الرياضه فاتحين ثلاث صالات بحجم استثمارات كبيره جدا، جبنا العالم كله عندنا والعالم كله متوقف وما زال بيقول احنا الكورونا بتاثر فينا في البطولات، واحنا عملنا 158 بطوله دوليه يعني صالات عالم داخل مصر. احنا هذا الشهر بطوله العالم اكبر بطوله في السلاح اتفق العالم على تنظيمها في مصر. مظبوط. ولادنا اصرينا ومش اصرينا بالدراسه، ولادنا يطلعوا بحر متوسط مع ان بعض الاراء تحت لسه وما ينفعش، لا وزير الشباب والرياضه بدراسه في لجان علميه وفنيه قلنا لا ولادنا هيروح، ده بدايه اعداد وتاهيل ل 2024 اولمبياد، وديناهم في طياره خاصه بافضل شكل لغايه هناك، ورحت واطمنت نمتلك العلاقه الطيبه مع كل الناس، علاقتي الحميمه مع معالي وزير الشباب والرياضه، والمعامله غير المعامله المميزه جدا للبعثه المصريه بتواجدنا النهارده، كان الفروسيه الخيل يعني بتيجي بالخيل بتاعته من اوروبا توقفت، كلمت معالي الوزير خلصت بشكل دي طريقه العمل بتاعتنا، طريقه العمل اللي بندير بيها كل الرياضات نقيس معامل السني اللي طالع للمستقبل عامل ازاي؟ مستوى الميداليات اللي كرمنا فيها من فخامه الرئيس لعدد الالعاب الرياضيه عامله ازاي؟ فبالتالي مصر تمتلك اكبر بنيه على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا، بنيه رياضيه فيها طفره بحجم المشروعات القوميه للنفوذ. رائع جدا. اذا نبص لنفسنا بهذا المنظر، ما نبصش لنفسنا، وارد جدا ان يعني اتحاد بعينه او نادي بعينه ليها جماهيره وفي لخبطه، لا ده مش دور الدوله المصريه او الجزء الحكومي، دورنا بنراقب وبنتدخل حين يكون الامر، لكن من يدير له جمعية العموميه للاتحاد، المنتخبات احنا وراها بنشوف، لكن ده ما حدش يطلع يبالغ ويقول اصل ولا منظومه بتدار بحرفيه في رياضاتنا في النتائج اللي بنقولها، حتى لو التوقع احنا مثلا في دور دوره الالعاب البحر المتوسط احنا مش رايحين للترتيب، ولادنا اللي بنجهزه من 2024 نتاكد من وجودهم استعدادا لبطوله ثانيه، لان في بطولات عالم وبطولات رانكات حاجات زي كده، وجاهزين بالتمويل المالي بقدر المستطاع اللي ولادنا يكونوا موجودين فيه وفرقنا تكون موجوده باذن الله. اذا ما بين الانجاز والحقيقه المصارحه والمكاشفه جدا، تشكر على ذلك بصراحه سياده الوزير بجد، يعني في مسألة علي زين كان من الممكن جدا انك تقول لنا جمل مختلفة، لكن بمنتهى المصارحة والمكاشفة تحدثت في الموضوع وعلى ذلك تشكر. ده بيخليني ارجع على لو صح يعني ما بين قوسين هنقول أزمة ماتش الأهلي في بطولة افريقيا لكرة القدم وعدم ارسال الجواب بتاع الاهلي بتحديد الملعب النهائي وما الى ذلك، وحضرتك عارف انه لجنة الشباب والرياضة تحقق في الامر. كيف يرى دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هذا الموضوع؟ دايما يعني لما بتخرج حاجة يعني كتناب، لما بتخرج حاجة ازمة خرجت عن من يدير بتكون خرجت عن اللي بيدير، مش خرجت عن يعني عمل في الوزاره. وبالتالي لما حصل وحصل يعني اسم الوزاره دي في السكه كده اتقاط،
على يعني عمل غير ملائم في الحقيقه. لا احنا تدخلنا حتى يعني لو ما كانش اتفاق الوزاره تدخلنا، لان لازم بالاول نعرف الحقيقه، هل الموضوع ده عند اداره النادي الاهلي وهم اللي ما قدموش، ولا الموضوع ده عند اتحاد الكوره مقموش بما ينبغي ان يكون. هي يعني لجنه بتاعتنا للنزاهه والشفافيه والفساد اكبر مستشارين دخلوا في التفاصيل في فتره سريعه جدا، وكمان المراسلات والاتحاد الافريقي. اللجنه دورها، انا مش دوري احل اتحاد او احل نادي الا اذا كان هناك يعني فساد مالي صريح. انما لو في خطا بيظهر قدام الجماعه العموميه، وفي تكنيك حتى لو نقطة قدام امام المؤسسات الدوليه. اللجنه قالت اتحاد الكره اللي عنده خطا، وده الجماهير الاهلي اللي بنحترمها وبنحترم المنظومه الكبيره وبنحترم كل الانديه الكبيره بتاعتنا، القوه الناعمه بتاعتنا. في وقت قليل اقل من اربع ايام قلنا النتائج وقلنا النادي الاهلي ليس لديه اي خطا، وفرصته يعني ما اخذهاش كامله، لان كان يعني لو الامور بدري وبيقدم الاستضافه بيدخل في ديبيت الاستضافه طبقا لمعايير الاتحاد الافريقي اللي اعلن في 19 يناير وقال نهايه الفتره 28 فبراير او اخر فبراير. احنا ما قدمناش، بس ما قدمناش، احنا اللجنه قالت السبب اتحاد الكوره. اتحاد الكوره الاجراء التنفيذي عنده ما تمش كمان، بس احنا ده اعلناه. طب هل هنا دور الوزاره ناتج لهذا الخطا الفني ان نشيل الاتحاد؟ لا، دوري ما نشيلش الاتحاد، لكن هنا جمعيته العموميه اللي طرفها النادي الاهلي ان هو من حقه يعني يطلب ويعمل يعني توقعات طبقا للائحه الجمعيه العموميه اقرتها للاتحاد الكوره، ويطلب والله انا اطرح ثقه وده ليها اجراء، لان الاتحاد الدولي يشاهد وينظر، تدخلنا لازم يكون له ثوابت. واحنا شفنا اتحاد يعني كوره في مجلس سنه وجريده لما قدم استقالته كامله كان لازم يدخل بمنتهى الدراسه، لان اصبحت الولايه للاتحاد الدولي هو اللي كان بيدير الكوره المصريه مش احنا. ولما ادى فتره العام للجنه الخماسيه ولم تنجز عملها من غير ما يرجع لنا كدوله مصريه عين ثلاثه. وبالتالي احنا احترمنا وغيرنا جزء في القانون حتى نتماشى علشان ما يحصلش خطا، فعالجناها بمنتهى الحرفيه. فبالتالي الاتحاد الكوره لازم ياخد قراراته بشكل سريع جدا، ناتج ان احنا اللجنه قالت هو عنده خطا اداري عشان ما حدش يبالغ في الموضوع. طيب لو اتحاد الكوره ما خدش قراره هننزل ونشوف ناخد اجراءاتنا التاليه، وبالتالي كمان هنبعته ونقول له انت فين الجزاءات والتحقيق الداخلي، لانك انت عندك عوار وده لازم انت كمان تحله. فبالتالي احنا كان ده الدور. وتاني عشان ما حدش يقول لا وزاره الشباب والرياضه كانت سريعه الايقاع، احنا بنحافظ على كل مواصفاتنا وبنحافظ على الاستقرار، لكن الخطا المضمون مالي ده دوري ان انا احاسب واحول النيابه، وطبقا لقرار النيابه اقدر اشيل الاتحاد والاتحادات الدوليه تقر هذا. اما الاخطاء الاخرى اللي احنا اقررناها وقلنا يا اتحاد يا النادي الاهلي انت يعني قدام جماهيرك انت مش غلطان كمجلس ضرب في الجزء ده. والخطا هنا، وبالتالي احنا بنتتبع هذا الموقف، ويعني بقول هو عشان برضه يعني في الاخر احنا يعني الجزء ده والكوره بتحكمه لوائح واحنا بنحترمها وبنحترم المؤسسات اللي موجوده. طيب قبل ما اقفل، لان انا الحقيقه نفسي اطمن على ان شاء الله استعداداتنا ل 2024، فاحنا جاهزين الى اي مدى؟ انا بعتقد انه السنتين دول يعني كانهم بكره. ده امبارح يعني بلغه المخطط، يعني زي ما قلنا كده حتى برجع تاني للكوره، احنا اتحاد الكوره قلنا له لازم يكون عندك مشروع 2023 كاس الامم الافريقيه و 2026. الموضوع مش موضوع تغيير جهاز او مدرب، لازم يكون في مشروع تقول هنعمل ايه. نفس الحكايه احنا بقيه الرياضات، احنا في 2020 اللي تاجلت ل 2021 وبدايتي كانت يناير 2019 للاعداد، احنا قلنا انا شخصيا كناتج دراساتنا قلنا الدراسات العلميه واللجان العلميه والفنيه احنا هنجيب من 3 إلى 5 ميداليات. احنا جبنا 6 ميداليات. وده للتنبؤ، وست ميداليات في الاولمبيكس، والاولمبياد دي تكون نهايه الخطط والبرامج خلال 4 سنين. ويمكن انا قلت كمان الدراسات بتاعتنا بتقول المفروض يعني فيما يربع على 10 ميداليات 2024. الكاراتيه ما بقاش موجود الحمد لله، وان شاء الله رفع الاثقال يكمل. فبالتالي احنا التخطيط ده موجود، بدانا اللجنه العلميه ناقشت كل الاتحادات الرياضيه،
الموازنات الخاصه بتدفقاتها احنا ماشيين معاها، البرامج الخاصه بالبطل الاولمبي، البرامج الخاصه بالمشروع القومي للموهبه الناشئين اللي يطلع لغايه 2028 احنا بنستعد. ده يعني خلاني كوزير شباب والرياضه بالرغم ان هو هناك كان بعض التساؤلات ان هو غير او عدم الرغبه ان هي تشارك في البحر المتوسط، شخصيا خدت يعني بدراسات هنا هنشارك، واجتمعت مع الاتحادات الرياضيه واللجنه وقلنا هنشارك لان ده بدايه الاعداد ودي برامجنا الفنيه، حتى لو ده دوركم انكم تشاركوا. لكن انا بقول والحمد لله رب العالمين احنا عندنا حجم انجاز الميداليات، انا مش رايح هنا او مش رايحين للتركيب للدوره البحر المتوسط، رايحين نتاكد من ولادنا اللي بيتم تاهيلهم ل 2024. عندنا 4 ذهب، 5 فضه، 5 برونز في الرياضات المختلفه، ودينا اولادنا بطياره خاصه لان مفيش كونكشن من الجزائر لغايه هناك، شكل البعثه انتظامها ده وضعنا الطبيعي اللي لازم نقول لنفسنا قبل اي حد تاني، ده وضع مصر وده وضع الشباب المصري. اداه وقدود يا دكتور، انا عايز اشكرك جدا 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 على كل ما جاء وعلى في الحلقه يعني دلوقتي في المكالمه، وعلى كل ايضا ما سبق من جهد مبذول في الوزاره، اشكرك جدا جدا جدا. احنا بنشكرك يا كابتن خالص، مش كده ابدا، ابدا وجود التلفزيون المصري وجود مواطن له هذه الوطنيه مع كابتن. الله يخليك يا فندم، ربنا يحفظك يا رب. احنا نطمع بقى وتنورنا في الاستوديو بقى، نطمع. انا اتشرف ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا يا دكتور اشرف، كل الشكر دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.